عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين أحمد حرب في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. النهاردة أنا فرحان جدا جدا، وبما إن أنا فرحان حبيت أشارككم الفرحة دي. حد يقول أنت فرحان ليه يا عم؟ اصبر، والله أقول لك أنا فرحان ليه، اصبر شوية. طبعا كلكم عارفين الشيخ خالد الراشد، الشيخ الأسيف، الشيخ البكاج. خالد الراشد هو داعية إسلامي سعودي طالب بإلغاء سفارة الدنمارك بالسعودية، مما أدى لمحاكمة بالسجن لمدة 15 عاما، وخطب خطبة بعنوان يا أمة محمد. الشيخ خالد الراشد الذي أزهى للعالم بخطاباته عن الإسلام. طبعا كلنا عارفين الشيخ خالد الراشد، كل الناس عارفين مين خالد الراشد. الشيخ خالد الراشد ما اعتقدش واحد سمع له خطبة واحدة وما حبوش، لأنه بيتكلم من القلب، بيتكلم بصدق، بيتكلم بإخلاص. الشيخ خالد الراشد من أفضل المشايخ على الإطلاق، نسأل الله أن يبارك في عمرك. أنا عايز أفرحكم، أنا شفت خبر في صفحة الداعية محمود الحسنات إن الشيخ خالد الراشد في أقل من 4 شهور هيكون خارج المعتقل، الحمد لله. وطبعاً أنا سعيد جداً والله، وحبيت أفرحكم معايا. أحباب الشيخ خالد الراشد هيفرحوا جداً لما يسمعوا الخبر ده، يعني قريباً بإذن الله هنرجع نسمع خطب جديدة للشيخ خالد الراشد. ربنا يبارك في عمره ويحفظه ويرعاه بإذن الله، والسلام عليكم.